عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأمك وأبيك والتسعة المعصومين ذريتك وبنيك يا رحمة الله واسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة غريب يا مظلوم كربلاء كم حي الزوار بعدي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لكن رحلوا رحلوا وما رحلوا هين ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعده حزنا صب الدمع صب عهادي وخلت منازله خلاها الروح مكسورة متألقة وخلت منازلهم فها هي بعدهم أفراخ خالية موحشة بعيد الشر عنك بعيد الشر شايفنا حد يفقد العزيز لو إذا ولد بالبيت أخذوه مأسوس تشوف الأم تجي توقف تقبال سريرة غرفة الكبر هنا يقعد هنا يصلي يدخل ينام يظل وحش المكان والله تدور بيت أبوها الحسين خالي قالت وخلت منازله هي بعدهم قفرة وما فيها سوى الأوتاد ولقد وقفت بها وقوفا مولها وبمهجتي للوجد قد حزنادي أصبو بها طورا لفرط صبابتي لكثر شوقي واشتياقي له أصبو بها طورا لفرط صبابتي يا ضوء نوح فيها تارة وأنادي يا دار يا دار يا دار أين مضى ذوك يا ما لهم بيرجعوا الله خلاص بعد ما شوفوا أين مضى ذوك أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد ومن ضرب المدينة ظلت العليلة محمد اللي فاتت إيه إيه لا
لكن انا مجلسي الها بس. انا اكسر العادة يوم ثالث الها. ومن زمان انا اكسر العادة من جنت خدمك من زمان قبل كم سنة. اخلي الليلة الثالث ويوم ثالث الها بس. تدري ليش؟ لان ظلت مكسورة قلبها. والله يقول انا عند المنكسرة قلوبهم. تاخذ حاجتك ان شاء الله اليوم وتطلع من عليها. من منو؟ من هالعليلة؟ من هالعليلة؟ لكن ان شاء الله بختام المجلس ما نقصر انا وياك بالنياحة والدمعة إلها. بس عندي بيتين حضرني بيتين ابقرالك. يقول قرض بعونه من المدينة ابو علي وشال بالليل. قبض ضعونا من المدينة أبو علي وشال بالليل وياه صفوة من هلا شدت على الخيل. ويلي وزينب 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 تعايل للوطن ودموع حسين زمام ناقة زينب. اي عفية عفية جاوبني ابو فاضل. يقول كأن ابو فاضل حانت من التفاتة ولمح زينب تسيل دموعها على خدود. قلب ابو فاضل عاتبها لزينب صاح فيها قالها شمالك 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 يا زينب عندك رجال وتخافي. قبل المصيب بالهضم والذل تحسين وشلون حالك لو مشوا كلهم عن حسين وحسين دال السلف همت والسدر ما والحريم تحوم حالك. الله يساعد حالتك ما بين الذهب. ويلي وشلون ظلت يا ابو فاضل ظلت الغريبة بيوم عاشورة تنادي تقل عبر وقت الوطن والبيت واشوف جات الكربلة ومني تبرت بعت السهم مني وبلجوني بهالعيا. ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون.
صدق الله العلي العظيم. أسوأ مرض يصاب به الإنسان أو المجتمع هو مرض الترف. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: من كذب بآيات الله، ومن عاند الأنبياء، ومن اضطهد الرسل، ومن جاهد الأوصياء، هم المترفون. لا هم الرؤساء ولا الوجهاء ولا الأثرياء والأغنياء، لا، وإنما طبقة المترفين. والمترف كما سيتبين لنا مو شرط يكون غني ولا شرط يكون ثري، وإنما هو مرض يصاب به المجتمع أو يصاب به الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا، شوف، وما نفي وإلا يعني تفيد الحصر. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال وياك مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. بعد عندهم مشكلة الكذب، وقالوا نحن أكثر أموالا كذب ومفاخرة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. من هو المترف؟ يتضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام مر على أهل الصفة. أهل الصفة منو؟ هذول تدرون أكو جماعة جوية كانوا لما هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم ترك عياله وأهله في مكة، اجوا إلى المدينة. المدينة كانوا على درجة من الفقر المدقع اللي ما عندهم مكان يسكنون به، فكانوا ينامون بالمسجد. هذه شوي صارت مضايقات، شلون يظلون بالمسجد؟ فبنى لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعبيرنا اليوم، شتر برا المسجد، الجدار جدار المسجد عليه سوى لهم شتر، مظلة كبيرة يقعدون هناك بها تسمى الصفة. يوم من الأيام مر على أهل الصفة، كلهم ولد، شباب، كبار، صغار. الرواية تقول: فرآهم يرقعون يرقعون ثيابهم الأدم. إخواني من قد ما كانوا فقر وفقر، ما كان أكو بالمدينة قطعة قماش يرقعون ثيابهم. شو يسوون؟ يطلعون برا المدينة، أجلك الله شوي بالمزابل، احتمال أكو واحد ذابح له شاة أو ناحر له جمل، فيتخلص من فضلاته ومن ضمن الفضلات الجلد. الجلد باللغة العربية يسمونه أدم، فيأخذون قطع من الجلد يرقعون ثيابهم بالجلد، قماش ماش ماش. انكسر خاطر رسول الله عليه، فأحب أن ينصحهم ويواسيهم. قالهم: أنتم اليوم خيرون، الوضع اللي قاعد تعيشونه أفضل، أم يوم يغدو أحدكم بحلة ويروح بأخرى. التفتوا شباب، باللغة العربية دائما يغدو الغداء الغدو، هذا فترة الصباح، الصباح دائما الرواح يروح في فترة المساء، الفترة المسائية. شوف انت اذا تشكل عندك دوامين، الصبح والعصر، دوام الصبح من 8 الى 12 مثلا، وبعدين من 3 الى 7 مثلا، فتقول اغدو الصبح، تقول اغدو للعمل، والظهر العصر تقول اروح للعمل. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: انتم افضل بهالفطر اللي ترجعون ثيابكم بالجلد، أم يوم من الأيام إذا إجى عليكم أنت طالع الشغل تلبس لك بدلة وتختار النكتاي ونوع القميص والبدلة اللي تاخذها، وترجع الظهر تبدل مرة ثانية، والعصر تطلع بدلة ثانية. وين الكلام؟ الكلام ليش يا رسول الله؟ يعني حرام واحد يكون عنده أكثر من بدلة أو يغير ثيابه؟ إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: لا، لو كان عندك 100 قميص، 100 قميص، 100 بدلة، يعني 100 دشداشة، 100 غترة وعقال،
يقول له يكون ذلك تبذيرا لإمام الصادق. قال هذا مو تبذير، خلي يكون عندنا إن شاء الله 100 قميص 100 بدلة، وإنما التبذير أن تلبس ثوب صولك في يوم بذلك. أشرح لك إياها بسرعة، يعني أنت لابس بدلة وكاشخ بها الثوب توك مخيطها 15-20 دينار 10 دنانير جديدة، وسيارتك شوي يصير بها شيء، تمد إيدك بالسيارة تبدل شغلة أو يبدل قراج كذا وما تهتم، يصير عليها غريز وهذا وتتوسخ خلاص ما تصلح اللباس بعد تفلتها. يقول لك لا هذا تبذير، هذا ما يجوز. المهم شاهدي وين من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى على محمد وآله يقلهم يغدو أحدكم بحلة ويروح بأخرى، يعني تلبس أنت الصبح بدلة والعصر تطلع ببدلة، لكن وين المشكلة؟ يقل لك أنا ما أقدر ألبس إلا هالنوع من القماش، وهذا القماش مو حي الله محل آخر اللي عنده، لا لا لا، هذا القماش نوع القميص ما أقدر آخذ إلا من المجمع الفلاني، المحل الفلاني الموجود بالطابق الفلاني، أسوي طلبية ويجيب لي ويخيط لي، لازم خاص غيره ما أقدر ألبس. لو تهدي لنوع ثاني يقول لك ما أقدر ألبس أنا هذا النوع. هذا شنو معناه؟ معنى أن هذه المادة الملابس تملكت قلبي، فلا أجد راحتي وسعادتي إلا بهذه الماديات. هذا اسمه الترتب، هذا الترتب. بعد قالهم ويوم يروح يراح على يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بجفنة. جفنة شنو يعني؟ يعني صنية الأكل. شنو المقصود؟ حرام النوع بالأكل؟ لا مو هذا المقصود، المقصود هذا المرض اللي حقيقة مجتمعنا أيضا واقع فيه. تشوف مو كل شيء لا هذا ما أقدر أكله هذا ما أريده ويتعير على هذا، يا عمي الغداء موجود أكل مثل لوادم، حالك حال لوادم. وعادة بناتنا بالأخص بناتنا بأكل يوم سمك، لا ما أكل سمك، السمك أكل بس نوع واحد من السمك والطرف الذيل بس، البطن ما أحبه، الرأس ما أحبه، بس هالقسم هذا أكلي ربيع ما أكل ربيع، أكلي لحم ويع زفر، أكلي دجاج ما أحب من هذا، أكل بس الصدر. دي عمي كنزل وادي خصل لأنه مو جوعانة مترف مو جوعان، والله تحبسها ثلاث أيام تخليها بالأكل، لو تشوف لها زي وتعني بعده مش عارف. والله ما قاعد اضحك انا كتكلم ما نكد لك، واقع هذا ابن ادم لو جوعان كل شيء ياكل، حتى اطفال له اليوم بالعشر والله شنو حالاتنا يلو خبز او اذا صار فيها بيض او صار فيها شيء وكذا بطلت اليوم لا طرق لك بيضتين طقهن ويا رابع خبز ياكل. قال لك لا بعد هالطويل نص متر طول، لا ابغى سندويشة روسي، ابغى فطيرة رغيف، ابغى بيتزا، جيبوا لي من وين المطعم. يا عمي مو جوعان، مو جوعان، الجوعان ما يفطر، الجوعان ما يدلع. خليني اسولف لك هالسالفة. قبل 3-4 سنين طاحت طيارة، بعيد الشر عنك، طاحت طيارة شمال روسيا بسيبيريا، بسيبيريا 25-20-30 درجة تحت الصفر. طاحت طيارة بها 40-50 نفر، بيهم ماتوا بيهم بقوا ناجين. 6 أيام يبحثون عن هذه الطائرة، بعد 6 أيام عثروا على هذه الطائرة والناجين موجودين. سألوا أحد الناجين، قالوا لها 6 أيام شلون كنتوا تدبرون وقركوا؟ قال أما الماء كنا ناخذ الثلج والفركة بإيدنا شوي يصير حرارة يدوب فنشرب. المذيع سأل قال الأكل شلون؟ قال الأكل صبرنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم اليوم الرابع. قال لك جثث الموجودين جمج عندنا. قال شلون يعني؟ قال لك كنا نروح حتى أشهر، قال لك كنا ناخذ نقطع شيء حاد من جثث الميتين من السيقان من الخجل ناكل. ابن آدم إذا جاع كل شيء يسويه، ولا بطران ما أريد هذا العشاء، هاي الوجبة ما تعجبني، وهاي المرقة ما أحبها، ما أكل سمك ما أكل دجاج، شنو هالبطار هذا ترف؟ وسأقول لك شو يسوي ترف هذا؟ شنو البلاء؟ شنو المرض؟ الله عز وجل يقول يصف ماكو بلاء أشد من البلاء، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هم اللي يكذبون الأنبياء ويجاهدون الأوصياء وعاندون الأنبياء ويكذبون آيات رب العزة.
تسألوا يا شباب أبوتنا الكبار الله يطول بالعافية ويعطيهم خيمة على رؤوسنا إن شاء الله، سألوهم قبل 20-25 سنة أيام اللي كان الخطيب يحكي يجيب لفت معجزة كرامة لأهل البيت سلام الله عليهم، أحد يعترض عليه؟ أحد يقول له وش الحكي؟ اليوم يا عمي ما تقدر شباب، هاليوم البطران الشبعان شنو يصير؟ الله يقول ما أنا قاعد أحكي، الله يقول يبدأ يكذب المترف لأنه صار مترف. يا عم شنو خطب انتوا تجيبون السوالف هذه؟ هذا البيت ناس عاديين حالهم حالنا كرم بعدهم عاجز. الله اكبر. الحسين يقول له بنابذة فتح الله بناية اختين، انتم السبب الموصول بين الارض والسماء. صار تكذيب، هذه خطره. بعد يقول لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم يؤدى على احدكم بجفنه ويراح عليه باخرى. الاخ مسوي له قائمه خاصه بالبيت خصوص بناتنا، بناتنا يعني هذا مشكله، قائمه خاصه ماما ما اكل الا هذا الصبح الجاز مثلا، العصر هالشي لازم اكل شاي والبسكوته وعشاء والشدة. يغدى على أحدكم بجفنة ويراه عليه بأخرى بعد، ويستتر بيته كما تستتر الكعبة. يعني شنو؟ يعني هو هنا غارق ديون، توه باني بيته، أو توه يلا ويا 100 دينار مال الأسكان همين فوق محصل لشقة. أجري أدري تروح تقترض مشان الأثاث، إنزين أثاث حي الله موجود. زوجته تقول له لا عيوني انا ستار ما بيتها حتى من السوق الشعبي، لا ما اريد السوق الشعبي، جيب لي اياها من السعوديه. لو اسويهم اوردر، لو الاخ يسوي اوردر من الانترنت جاي له ثريات من ايطاليا، يا عم العيون هي ثريات مدور لك المكان وخلاص، بعد جايب لي الوحده 200 دينار على شنو؟ اي ناقص ديون انت، ليش الديون اللي مخليها على ظهورنا؟ شايف التعلق بالماده؟ ليش؟ هي هذه ثريا أو خمسة دينار والثريا أو 200 دينار، اثنينهم يضربون، اثنينهم ليتان، شنو الفرق؟ قال لك لأن القلب متعلق بهذه المادة الغالية، أريد أصرف سعادتي وراحتي ما أحس إلا بهذه الماديات. هذا تراث، هذا تراث. شوف إخواني تارة عندي الله يكتب العافية عليك، روح متع نفسك، لكن المشكلة إذا ما عندي راتبي 200 دينار يروح يتسلف من الربع من الشباب 100 دينار حتى يروح السعوديه ب 100 دينار يبدل رنقات سيارته، ما اريد صاير 15 انش، اريد ابو 17-18. يا عمي انت الله يطول بك على روحك. ليش؟ لان قلبه متعلق بالماده، ارتاح من اشوف سيارتي رنقاتها اكبر صار، افوشها قدام الشباب. هذا التراف، هذه مشكله. قالوا له يا رسول الله نحن يومئذ خيرون، الله احنا نصير بهالشي وضعيه؟ قال لهم لا، انتم اليوم خيرون، اليوم انتم بهالجشوبه العيش، انتم بهالوضع الساعه 4:30 الفجر اوقفكم تقومون تصلون صلاه الصبح، يا لكن لو ظلت مايع مترف تقول لك قوم روح يا عمي انا سهران ما اقدر انام. هذا نوع ترف بالملبس، بالمسكن، بالمأكل والمشرب. أكو ترف نوع آخر، ترف النوع الآخر يا سيدي يعاني منه المجتمع في اليوم، وانتو كلكم تتذكرون، يمكن انتو الشباب أهل العشرينات يمكن ما تتذكرون، لكن الفوق تتذكرون قبل 20-25 سنة أعراسنا العرس من كان يصير وين؟ معزومين بالحسينية بالمادة، ولا تذكروا صينية فيها كازو وسمبوسة كيك وسبنج، ما تذكروا عصير أوالب ونص ما لحقتوا عليهم، وإذا كشخة شوي عصير أوالب ربية. ها إحنا من جهال كنا هذا أعراسنا، واللي عنده مسوي عشاء بالعافية، مسوي عشاء ومستحب بالإطعام بالعرس بالحسينية، وكلها ايش قد تريد تكلف ذاك الوقت؟ 200-300-400-500 دينار هي ويا العشاء، ما يخالف. هاليوم أدري هذا الشاب هو راتبه 300 وماخذ له قرض 1000 دينار، عمته حطت بإيده همين 300-400 دينار هدية، خالته من أعطته 200-400،
عما هم ساعد الشيء. يا الله بالدزها والعصر ونشفها بالنار جمع لثلاثة آلاف دينار بالعربس. ثلاثة آلاف دينار يا عاقل تريد تعرس بيها، تروح وراك انت المهر وراك الشبكة، تروح تاخذ لي صالة ألف ألف وخمسمائة دينار، هذا عقل ولا؟ ما تبحث هبيطة يلا مشي ما أنا قاعد أحكي ترى الصالات بالألفين وخمسمائة وثلاثة آلاف وأربعة آلاف، خليني على كذا عقلي خليني أقول ألف دينار. بس تسألني كل أحد يزعل أحكي واقع ومن كلام الله عز وجل. تسألني هذا الشاب بخاطره يروح يدفع الألف إلى صالة، خاطره يروح يدفع 400 500 إلى فستان أبيض مخيط لمرة واحدة فقط يلبس بالعمور؟ لا مو خاطره. تسألني البنية هي العروسة بخاطرها؟ أنا أضمن لك وأبصم لك بالعشرة لا مو خاطرها، لأن مصلحتها متريد. يا عمي إجاني ابن الحلال وارد أطبع من بيت أبوي أشوف عيشتي وأمن أتونس، يا عمي خلي أمشي عني. والله الله وكيلك صدقني بقاري همي أنا تسوق مركزي لو تزفها همي توافق تقول لك ما يخالف مشيني ونروح إلى بيت الزوجية. شيء من اللي قاعد يزود؟ من اللي يطلب؟ من اللي رفع؟ من اللي غلي؟ عادة شوف إخوان، عادة تكون أم الزوجة. إذا النساء يسمع عني لا وحدة لا أنت تطيح بي سوي إشتاج لا على كيف على كيف خلينا نحسبها ونشوف القرآن مو مو بالقرآن. عادة الله وكيلك أكو نساء أكو عمات أكو أمهات زوجات تقول له اخذ اخذ بنتي وفوقها اذا محتاج انا ابيك تهبي ولدك. انا بعيني شايف مو بعيني لا اذا انا صارت وياي والله باعت ذهبها حتى بس تساعدنا بهالشيء الوضع خلاص. اكو هيك عمات اكو، لكن نحكي بصوره عامه صوره عامه. اسمع الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم. خلي اقول لك ان هذا هو عز الترف في زواجنا الان، مشكله الترف وهذا بلاء. تدري ليش بلاء؟ اسمعني. الله عز وجل في سورة الحديد آية 20 يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو قوية لهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الآية شنو يعني؟ قال لك يا با هذه الآية معناها مراحل عمر الإنسان من أيام الطفولة إلى المراهقة. اعلموا أنما الحياة الدنيا شفيها الطفولة لعب ولهو إلى أن تصل إلى سن المراهقة وزينة. زينة ليش؟ تشوفه من يصير عمره بالسن المراهقة الشاب والشابة يهتم بالزينة أكثر، يقوم يطلب من أبوه فلوس أكثر. ليش؟ يقول لي أبدأ روح الحلاق، طلبات روحات للحلاق أكثر، يهتم بشعره كريم شعره النظارة الشمسية الساعة نوع الجينز اللي يلبسه جزاك الله جوتي فانيلته نوع المكان العطر اللي يخليه الكريمات غير. الزينة أهم شيء عنده وزينة. هذه الزينة الهوس اللي يكون عند الزينة إلى أي عمر؟ إلى أن يبلغ من العمر قريب الأربعين وما بعد الأربعين. شنو الله عز وجل يقول؟ وزينة وتفاخر بينكم شنو؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. إذا هذا الدافع النفسي دائما بهالعمر شنو يكون؟ التفاخر والتكاثر. أسأل سؤال، إذا واحد عنده بنية للزواج عمر 18 20 سنة زايد قاصر، أبوها وأمها بأي عمر يكونون؟ ها؟ فوق الأربعين عادة، أربعين وأنت صاعد، يعني في أي عمر مرحلة عمرية؟ مرحلة التفاخر والتكاثر. يعني معناها أبو البنية وأم البنية يريدون يتفاخرون ويتكاثرون بالأموال والأولاد. تسألني ليش قلنا الأم أكثر عادة هي اللي تفاخر؟
الأبو الرجل عادة التفت لي والله شباب خلينا نخلص. الرجل عادة عقلية حسابية، عقلية منفعة، يحسبها الدينار بالفلس يحسب الحسب، فيقول يا الله أنا أجي أصرف 2000 دينار على صالة على يد وحدة، يا عمي حتى لو يجي أخذ بيت ما تسمع هذا الفلوس ليش تضيع. عادة أبو الابن يكون أرزن بهالمسألة، بس الأم لعاطفتها لا، دافعها التفاخر والتكاثر يكون. تريد تفتخر أكثر، يا بنت بتخالتها سووها بصالة مريض، والله بنتي أسويها بصالة بلدية. بتخالتها اشتروا لها الفستان، أنا تريدون بنتي أجر لها إياه. بتخالتها الكوافيرة 300 دينار، أنا بنتي همين تريدون 150-200. بتخالتها وبتعمتها وفلانة وفلانة، أنا ليش أنا بنتي أريد أفضل. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا التفاخر والتكاثر منين إجا؟ ارجع إلى آية الترف، وقالوا نحن أكثر رويا أموالا وأولادا. شايف الترف شو سوي؟ والنتيجة، النتيجة وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. تعالي كلمة الحسين وين تدخل بالأذن بعد؟ وين تصير بالقلب؟ الله يرحمه شيخ أحمد العصفور بإذني سمعته، رحمة الله يا الله بإذني سمعته، كانت ولا أنسى قبل 6 سنوات قريت عنده وفاة الإمام الباقر. كان يسولف للشيوخ الكبار بقول بمجلسه، كان يسولف يقول لهم تذكرون ايام شبابنا؟ كانت اذا صار وفاة الامام الحسن الزكي، وفاة الامام الباطر شهر رجب، وفاة الامام الهادي، تذكرون يوم نطلع من بيوتنا الى الحسينية والدموع تسيل عبرة ودمعة وزفرة على أي إمام من أئمتنا أئمة أهل البيت سلام الله عليه. اليوم أنا شبي قلبي لأنه مترف، صار قاسي القلب، يابس القلب، كلمات أهل البيت ما تدخل بقلبي بعد. هذا الترف وما يسمع الحديث له تتم. أكمل إن شاء الله راجل ما تطلع عليك تروب سامحني حبيبي، بس أريد أسألك سؤال أبين لك الشغلة يا بني. هو الإنسان حرام يكون عنده حيوان أليف في بيته؟ جاوبني، مو حرام، بل مستحب أنه مثلا تخلي الطائر الأبيض في بيتك. نعم أكو مكروه بعض الحيوانات كالأرنب السنور الكلب بتخلي بيتك مكروه. إذا إحنا ليش نعير يزيد بن معاوية اللاعب، شو يا اللاعب بالفهود وال ما أسمع شباب لاعبين اللاعب بالفهود، ليش نعير هالقضية؟ ألفت نظر. شوف حبيبي هذا الإنسان مو قضية أنه وصل إلى مرحلة الترف، شوف الترف شو يسوي في بن آدم، مو وصل إلى مرحلة الترف فقط، هذا وصل فوق الترف. شلون؟ يوم من الأيام كان واقف أجلك الله بيده كأس الخمر، واقف بالبلكونة ويمتى فجر دوامه ما ورا باكر الصبح، إلى الفجر سكر بيده بلاص أجلك الله. وإذا سمع الأذان، سمع الأذان أنت عارف البيت الشعر، وترى الشعر يزيد شاعر لكن هو يزيد بالمعاومة. قال دع المساجد للعباد يسكنها، وقف على دكة الخمار وسقينا. ما قال ربك ويل لك، شايفك تحريف والتكذيب، شايف شلون واحد يبدي يحرف. ما قال ربك ويل للذين شربوا بالقاء، هذا ليش الترف، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا يوم، ليلة أخرى أيضا ماسك القلاص أجلك الله أطلع ديك الليلة لابك كلش. سمع الأذان قال معشر الندمان قوموا
واسمعوا صوت الأغاني واتركوا ذكر صلاة واتركوا ذكر المعاني. شغلتني نغمة العيدان عن صوت الأغاني وتعوضت عن الحور عجوزا في الدناية. بابا جنة ماري حور عين ماري نعيم في الجنة ماري، بس خلوني في معاصي الدنيا، أريد أكون مخلد في دار الدنيا بس حتى ألعب واستهوس. هذا ابن آدم هكذا، ابن آدم هكذا يصير يتحول. ولذلك عبد الله ابن حنظلة لف اعتباره وجيهه بالمدينة، أول ما صار يزيد أمير ودوه للشام ورجع للمدينة، استقبلوا أهل المدينة، كيف وجدت الأمير يزيد؟ قال جئتكم من رجل يزني ببنته وأمه وأخته. خلاص هذا مو إنسان بعد، طلع من الإنسانية. من يعيرون اللاعب بالفهود والقرود، يعني وجوده وسعادته صارت بالحيوانات مو ابن آدم. يقتل ابن آدم مثل الذبان، لكن عنده أهم شيء الحيوانات، يسوي سباق ويا هذا. كان عنده القرد ماله اللي يلعب به محبوبه ومعشوق، كان ما ادري شو اسمه، ميمون ما ادري شنو، خلاه على ظهر فرس وطلعوا به سباق. طاح القرد، طاح راسه بحجر على الارض، مات القرد. الشام ثلاثه ايام حداد قاعد كفات على الامير خليفه رسول الله يزيد، الناس تجي تقول له عبد الله لك الاجر بموته القرد ماله. ثلاث ايام هذا ابن آدم تحول. أما هذول ما الترف، نتيجة الترف هذا استجير بالله. ولذلك بيّن لحسين قال يا بابا شلون ما يمثل المخلوق هذا، هذا مسخ مو ابن آدم. أيها الأمير، إنا نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملك. شوف 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 المقام الشرف. الله 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 وين ويبين لها الساقط وين وصل. إنا نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختل ويزيد رجول فاسق راكب الفجور شارب الخمور قاتل النفس المحترمة. شلون تريدني أبايع شلون أحطيك البيت؟ وقلت لك سولفت لك البارحة أمس، طلع الحسين عادي شبان بني هاشم على البال، قال هو روحوا انتوا رجعوا الى الدار، انا عندي شغله واجي. وين راح الحسين؟ اجى وجع قبر جد رسول الله، وقرات لك الى ان ودع قبر ام فاطمه. قال لي وين عرج؟ ان شاء الله تروح للمدينه وتوقف قبال ذيك الطابوقات الاربعه مخلي بس طاز. لا ضريح لا شباب، مو يقول الشاعر يقول أشلاك بو ضريح لا ضويات معلوقة قبر أربع أمجاد قبر الحسن ويزيل العباد وظل من القبر يا شيعة طابوقة. كان بس قبر واحد، أولاد الزهرة واحد واحد قتلوه، كان بس قبر الحسن وقف على القبر قال له أخي أبا محمد في أمان الله، خويا أنا قلبي موجوع وانت اللي قضيت اللي عليك من المنية وعالجت قصتها وظل اللي علي وقصدي بهالسفرة يا أخوي الغابرية. عندي خبر من طلعتي للوطن يا ابو محمد علي رحب الخبر، برض المدينه قبرك وقبري بالاعراب، ورد للمنازل والدمع يجري في الخدود. واذا بشبان بني هاشم احاطوا بالحسين، اخاف تنتظر من عندي خروج الحسين من مكه. قلت لك انا اكسر العاده، انا اخلي لها مجلس بس الها، واصحاب الحوائج شباب قاعد قلها انت مكسور قلبك، وانا عندي دين، انا اتزوج، انا عندي اسير، انا الله يريد يسر امري، تاخذ حاجتك هاليوم من عندها. شبان بني هاشم داير مداير الحسين، التفت لهم وصاهم كل واحد بوحده، انفضوا من بين يدي الحسين، بقى واحد واقف على يمينه. منه التفت لقال لي اخويا ابو فاضل،
ابو فاضل اخرج اختنا زينب. احد العلماء شفته عنده حكاية لطيفة، يقول ليش الوصية لابو فاضل وطلع زينب؟ قال له ابو فاضل النساء ما يطلعن الا اذا شافن زينب مخدرة على طلعات. وراح ابو فاضل يطلع زينب. انا هنا بسألك يا مؤمن، كل واحد من بني هاشم تكفل بواحده، أسألك الحسين تكفل بما عندنا الصغير العليل. دخل الحسين الى الدار، تدري بدون يسافرون، والبنيات والصبيه كلهم متجمعين بمكان واحد، واذا بالحسين يتصفح في الوجوه. طاحت عيني على هالطفل اللي قاعد متكي على الحائط، اقبل اليها الحسين، نظرت في وجه ابيها جايلها، استبشرت فرحت، قالت الله من مثلي وكفيلي والدي الحسين. واذا بالحسين يرفعها بين ذراعه فرحانه وشايلها، طلع بيها، واذا بالضعينه بهالجهه، الحسين ما جاب هذا الضعينه، واذا بالحسين اخذها الى دار ام سلمة، جابها الى بيت ام سلمة، جعلها في كسر الحجره، تركها واجا. وتسمع العليل وقلبها يضطرب ويخفق، ايش بي ابوي؟ ايش هالتصرف كسرت قلبي؟ واذا بها تسمع اماه ام سلمة، هذه بنيتي اخليها عندك وديعه، اخاف عليها تموت. والحسين يريد يطلع، صاحت به ابا ابا الي ابا يا حسين. اجى الحسين قعد يمه، قالت لابوي ابا حسين الان احسست باليوت. ابا حسين تروحون من عندي في امان الله، الله وياكم، لكن ابا مسائلك الوافد شق الا لوله فيا سر الوجود. خذني يا بويا وياك لو قلت متى تعود، ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود، وقالها يا بنت القلب زيدت لهيبة. طلع من عندها الحسين، عبد الله بن عباس يقول انا واقف انظر الى ضعينة الحسين، ماشي تحرك لاحت مني التفاته، واذا بي ارى خلفهم طفل تقوم تارة وتقعد اخرى، تنادي ابا حسين خذني معك. اقرا لك هالابيات، اذكر اول مره بعمري اقراها قريت هذيك السنه كنت هنا بخدمتك. يقول ركبوا لنا عليلة هدي برنا، دري ضض عن الماشين عنها، وقفولي خلوا ودعكم يا هلنا، امشجا وكل السمع هالدمع سعالة، امر بالنزول والطلب هالحسين عزيزة خلاها وحيدة، امر بالنزول وتلقنها، خوات حسين دارا يسلمها، عن هاي المصايب يهودنها، افراق حسين يا وحشة عيال. عمتها من هي عمتها زينب، اجت زينب نزلت منها ودتها، بني فاطمة قم رجعي للدار، بني كسرت قلوبنا خلينا نمشي من المدينة خلينا نطلع. عمتها تقلها للدار، ردي يا ردي يا عم ردي، عم ردي تقلها يا عم شلون ارد بعد وحدي، والله شلون ارد بعد وحدي، ايش تردي فاطمة عم عبد الله الطفل خلوه.
عنا رضيني رضيع وخاف تتغير احواله. يقول خذت منهم طفلهم وفردت بيه وعيت يعني ما رضت عاندت. كل ما زينب تريد تاخذ الطفل عيت فاطمه للحرم تنطيه. ليش يا عليله؟ قال اخوه اخوها مرادها سلوى تخلي. لكن يا ويلي خذت منها الطفل بنت الرساله مشوا عنها. ايست فاطمه العليله شافت الظعن يروح قبال عينها يمشوا. تلتفت وراها تشوف البيت خالي. تلتفت امامها تشوف الضعينه تمشي. اخر محاوله عدها صاحت يا ابويا حسين اخذوني وياكم اسرج الخيل. والله اسرج الخيل واحط فراشكم لو ترجل الليل. عندك دمعه بعد لو اختي عندك دمعه. اذا عندك دمعه اكمل لك. بس عندي بيتي ابقراه خاطر اذا عندك حاجه تاخذ حاجتك هاليوم وانت طالع بالحسينيه. مرت الايام وراحت ليالي. اظل عليله بروحها بالبيت تنوح على اهلها وعلى ابوها. ما حد وياها الى ليله من الليالي هاج وجدها التاع قلبها. اجت ام سلمة انا بطلع وبرجع. يما وين تطلعي نص الليل؟ يما انا بطلع وبرجع انا بنت الحسين انا اعرف وين اروح. تدري وين اجت؟ اجت الى البقيع. تتعثر بين القبور عاد يدلي قبر احنا ما ندلي. قعدت على ذلك القبر قالت لها أمه أمه أنت اسمك فاطمة وأنا فاطمة. أمه أنت قضيتيها عليلة وأنا عليلة. أمه أنت فقدتي أبوك رسول الله وأنا فقدت أبوي الحسين. إيش بتقولين يا فاطمة يا العليلة؟ إيش عندك شكاية؟ قالت لها قومي 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 يا جدة والبسي ثوب الفجيعة. ابنك ترى ذبحوا على صدر رضيعة. وداروا على رضيع قومي الوسيعة. بعد يا جدة بسولف لك بعض التفاصيل. يا جدة وزينة وعمتي زينة احتارت بنسوان ويتام. ونار الفقد حرقت قلبها ونار لخيام. دشت الكوفة ودشت الشام. وراس الخليص قبالها بالسمرية. وإذا بالحنة والزفرة من داخل القبر. بس بس يا بنت لا تفكر بزينب اش صار. ما أقدر أبكي يا العليلة من المسمار. وما أقدر أتصور بنت زينب بلي أخبار. تتودى للشام فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
السر المستودع فيها. رب اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، واستر علينا عيوبنا، عجل فرج إمامنا. إلهي ببركة دعاء إمامنا إمامنا إمام زماننا، تقضي لنا حوائجنا، شافي وعافي مرضانا. رب قريبا عنا، فرج عن كل أسير يا رب، ومد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. إلهي احفظ جماعتي الحاضرين المؤسسين الفاضلين العاملين السامعين فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم. تقبل أعمالنا وأعمالهم ارحم موتانا ومرتانا، ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى روح حبيبة قلوبنا العليل المسكين اليتيم، وإلى أرواح محمد وآل محمد، إلى أرواح العلماء الماضين والشهداء السعداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا مشفوعا بثواب قراءة سورة الفاتحة.